السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل مصري قضية تشغل تفكيره واهتمامه، يفكر فيها ويبحث عن حل لها. تختلف القضايا وتتنوع الحلول، ويبقى لكل منا قضيته التي ينشغل بها ويرى أنها الأجدر بالاهتمام. أهلا بكم في قضية اليوم. تواجه حرية الرأي والتعبير في مصر تحدياً كبيراً بعد قانون حكومي بحظر التظاهر وقانون آخر يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، هذا بالإضافة إلى ما تشهد الجامعات من أحداث نتيجة للقبضة الأمنية وتدخل قوات الأمن في الجامعات تحت ذريعة مواجهة العنف الطلابي، مما أثار استياء الطلاب الذين طالبوا بتنفيذ الحكم الصادر بإلغاء الحرس الجامعي وإبعاد الشرطة والأمن عن الحياة الجامعية. يضاف إلى ذلك تقارير منظمات دولية تدين ما يتعرض له الطلاب من انتهاكات، وتؤكد أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر أصبح أمرا صعبا للغاية، خاصة في ظل الاحتجاز غير القانوني لمدد طويلة والاختفاء القسري والمعالجات الأمنية والمواجهة العنيفة لمعارضي النظام السلميين في مصر. حول هذه القضية تدور حلقتنا اليوم، فأهلا بكم. قرر الدكتور عبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر فصل 50 طالبا وطالبة من الجامعة فصلا نهائيا بتهمة المشاركة في مظاهرات والقيام بأعمال شغب داخل الجامعة، هذا وقد استمرت مظاهرات الطلاب رفضا لما تصفه بالقمع والتهديد التي تمارسه إدارة الجامعات، وللمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين والقصاص لضحايا اعتداءات قوات الأمن على المظاهرات الطلابية. يا جماعة زعلانين ليه؟ هو لما نخلص الجسم من السرطان تزعلوا؟ لم يدم طويلا شأن ذلك السرطان الذي وصفه رئيس جامعة الأزهر، واليوم يتصدر المشهد قرار فصل 50 طالبا وطالبة من الجامعة فصلا نهائيا بدعوى مشاركتهم في مظاهرات طلابية وتورطهم في أعمال شغب بحسب رئيس الجامعة. مسلسل الفصل بالجملة كما يقول الطلاب يأتي بعد يوم واحد من قرار جامعة القاهرة فصل 10 طلاب والتهمة ذاتها تسريف حقهم. مش عايز الناس تطلب حقها، مش عايز الناس تتكلم. حمى الفصل التي انتشرت لم تكن بمعزل عن الجامعات الخاصة حتى ولو كانت المطالب بعيدة عن السياسة، كما حدث في الجامعة البريطانية بقرار فصل أكثر من 30 طالبا. طبعا احنا النهاردة كنا مشاركين مع طلاب الجامعة البريطانية في مؤتمر بسبب ان الجامعة قامت بفصل 32 طالب فصل تعسفي. الطلبة ما كانوش بيطالبوا بأي مطالب سياسية ولا رفعوا أي شعارات سياسية ولا قالوا أي هتاف معين. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه طالبات جامعة الفيوم الاعتصام المؤقت أمام مبنى قبة الجامعة للتنديد بفصل 24 طالبة من المدينة الجامعية. النهاردة احنا عاملين وقفة احتجاجية أمام القبة مطالبة بحقنا في رجوعنا المدينة من تاني، واحنا دلوقتي بنعمل التماسات بالفعل، هنطلعها رئيس الجامعة، ولو رئيس الجامعة بالفعل ما قبلهاش هندخل في اعتصام مفتوح. مظاهرات واسعة شهدتها اليوم عدة جامعات، فهنا في جامعة القاهرة معرض يوثق أسماء المعتقلين وصورهم، وهنا في جامعة الأزهر يواصل الطلاب حراكهم لرفض سياسات القمع والتهديد التي تمارسها إدارة الجامعة بحقهم كما يقول الطلاب. وضمن فعاليات حملة أميرات الحرية للتضامن مع معتقلات فتيات الأزهر، نظمت طالبات جامعة الأزهر بالقاهرة عدة وقفات ومسيرات تأييدا للحملة. وفي القاهرة أيضا نظم طلاب جامعة حلوان مسيرات ووقفات للتنديد بما قالوا إنه خيبات الانقلاب المتتالية التي أغرقت البلاد في فوضى. طلاب جامعة المنيا نظموهم أيضا مسيرة للتنديد بالتشديد الأمني الذي تفرضه قوات الأمن. تأكيد الحراك الطلابي السلمي كان حاضرا هنا في جامعة السادات بالمنوفية، حيث نظم الطلاب عدة مسيرات داخل أسوار الجامعة وخارجها. وهنا في جامعة الأزهر فرع تفهن الأشراف بالدقهلية معرض آخر يعرض صور الطلاب الضحايا جراء القمع الأمني. يوم آخر من أيام الحراك الطلابي يؤكد فيه الطلاب استمرارهم حتى تحقيق مطالبهم، وأن التشديد الأمني مهما بلغ فلن يتراجعوا وسيصمدوا، هكذا يقولون. التظاهرات الطلابية والرفض الطلابي
لتدخل الأمن والشرطة في الجامعة ما زال أيضا يعني حتى اليوم جامعات أخرى اليوم كانت فيها تظاهرات رفضا لهذه القبضة الأمنية. معي عبد الله من البحيرة. عبد الله تفضل. عبد الله من البحيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سلام. والله وفي بس يعني أنا يعني من موضوع القمع ده الطبيعي، بس يعني ياريت السادة المحترمين القائمين على السلطة في مصر الوقت أو العصابة القائمة على السلطة في مصر الوقت تفهم حاجة. لا يمكن أبدا اثنين واثنين هيساوي خمسة في مصر بالذات. لو اثنين واثنين سووا خمسة في أي مكان في العالم، في مصر مستحيل هيساوي خمسة. وكل اللي بيعمله لو هو عنده ذرة فهم واحدة ربنا أنعم عليه بها، بس سبحان الله هم احتكروا الغباء اللي في الدنيا كله. إن كل يوم كل ما تزيد قبضته الأمنية وكل ما يزيد مطارداته كل ما بيخلي الغشاوة اللي على عينين بعض الناس تتشال، وكل ما بيزود صمود وصبر اللي هم على الحق. وعلى الحق احنا مش على الحق ان احنا ان الدنيا كلها باطل ودول حق، لا الحق ان احنا اتبعنا اسلوب هو كان بينادي بيه ليه هو كفر بيه. واللي حصل دلوقتي اما نربط الخيوط كلها في بعضيها من مصر لتونس لليمن لسوريا للعراق، والله العظيم دي حرب على الإسلام بكل ما تعني الكلمة من معاني. لكن القضية اليوم قضية خاصة بطلاب الجامعة وبشباب الجامعة وبالحريات وبمطالبة. نعم. أنا قلت لحضرتك في البداية يا ريت يفهم إن اتنين واتنين عمرهم ما هيكونوا خمسة. في الإشارة لطلاب الجامعة، لأن هم دول هو ده الهدف الرئيسي اللي هو عايز يكسره واللي هو خايف منه. شكرا جزيلا عبد الله. ونحب ان نشير الى ان ما ترونه على شاشه الجزيره مباشر مصر كان قبل قليل في جامعه القاهره، وكانت ايضا في كليه دراسات اسلاميه في السادات قبل قليل. عادل من امريكا. عادل تفضل. استاذ مصطفى عزم، اهلا وسهلا بك استاذ عادل. اهلا بك يا فندم. انا يعني اقدر يعني مجهودك الجبار خصوصا عشان واشاهد البرنامج بتاعك دايما. عندي رساله مهمه للشعب المصري، ان نكسر الشيطان اللي احنا بنستقبلها، وهي انها تستعمل اولادنا الشباب انهم تستعملهم في التجنيد وفي الشرطه، وتجندهم هم صغيرين وتغسل دماغهم علشان يقتلوا المصريين. لازم نكسر الدايره دي. لما نكسر الدايره دي ما يحصلش العنف ده ابدا، لان الضابط من غير عسكري ما ينفعش. ازاي نكسر الدايره دي يا استاذ عاد؟ نكسر الدايره ازاي؟ نكسر الدايره ان احنا العصيان المدني، ان احنا ما نجنش اولادنا في السن الصغيره دي وما نوديهمش الشرطه يشتغلوا. طيب النهارده عمليه عدم الذهاب الى التجنيد، انت عارف حضرتك ان القانون يطارد من يتهرب من التجنيد. بالظبط. احسن يدخلوا السجن انهم يقتلوا مصريين. نعم، لكن انت تعلم تماما ان الكثير من المصريين او الكثير من المواطنين البسطاء الغير مسيسين بيهموا ان ابنه يقضي الجيش زي ما يقضيه ويخرج. انا فاهم، لكن ده مش هيحل المشكله دلوقتي. المشكله بتاعتنا ان احنا بنقتل بعضنا، ده غلط. نعم. شكرا عادل من امريكا. ومعي خالد من المنيا. خالد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ مصطفى؟ يا اهلا وسهلا بيك يا فندم. انا بحيي قناة الجزيرة وبشكركم جدا على اللي انتم بتعملوه ده والله. شكرا يا فندم. الو. اتفضل يا فندم، انت على الهواء. الو، السلام عليكم. انت على الهواء يا استاذ خالد، اتفضل. بقول لك انا بحيي قناه الجزيره وبشكركم جدا على المجهود اللي انتم بتعملوه ده والله. يا فندم ده شغلنا يا فندم، شغلنا ان نقدم الراي والراي الاخر، اتفضل يا فندم. بس انا نفسي تدوا الراي المعارض اقل من حقه. لا هو لان هم بيتصلوا. لا هو بص حضرتك،
الرأي والرأي الآخر، كل واحد ياخد حقه وياخد فرصته، احنا لسنا مع طرف دون آخر. تفضل يا فندم. ماشي يا فندم، شكرا. انا حبيت اتصل بس عشان احييكم. شكرا جزيلا لك، نشكر لك تقديرك ومقدرين لهذه هذا الاتصال. خالد من السعودية، خالد تفضل. مساء الخير. مساء الفل. انا اتساءل بصراحة. تساءل فندم. ولا أجد إجابة، يعني هل الجامعات للتحصيل العلمي أم للمظاهرات والتوترات؟ هل لديك إجابة يا أخي الكريم؟ والله يرد عليك ويجيب عليك هؤلاء الطلاب الذين خرجوا في 25 يناير، هؤلاء الطلاب الذين ورثوا عن الحركة الطلابية المصرية طوال عمرها أنها حركة مستقلة، حركة تفرز قيادات سياسية وقيادات كبيرة طوال عمر مصر. الحركة الطلابية هي من تفرز القيادات في مصر. أليسوا دائما يوميا يتظاهرون في الشوارع الصغيرة؟ ما يكفي هذا؟ لماذا الجامعات ومكان التحصيل العلمي؟ لماذا لا تعطينا الدراسة؟ استاذ خالد، ما الفائده من ذلك؟ استاذ خالد، هل تابعت حضرتك تابعت الجامعات المصريه لسنوات طويله، ولا اول مره حضرتك تشوف اللي بيحصل في الجامعات المصريه؟ لكن سؤال يا فندم، في الزمان، لحظه لو سمحت، اتفضل. في الزمان السابق ما كانت بهذه الطريقه. الان مظاهرات، لماذا اترك الدراسه؟ ولما تعجل تعتبون، ولما تقدم الدراسة تعتبون، ولما يحصل لهم أي حكم تعتبون. طيب ما فيه ناس في الشارع تتظاهر، امشوا معهم. استاذ خالد، الدراسة. استاذ خالد، انا بحترم لك اهتمامك بالشأن المصري وايا كان، لكن يعني اعتقد يعني انه الطالب المصري لابد ان يرد عليك، وانا بدعو الطلاب المصريين من خلال قضية اليوم ان هم يردوا على حضرتك، باعتبار ان حضرتك يعني مهتم بالشأن المصري، لابد ان طلبة الجامعة يردوا عليك وهم اصحاب القضية. شكرا جزيلا. استاذ خالد من السعودية. وليد من القاهرة، وليد اتفضل. محمد من الدقهلية، محمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله احنا بنحييكم على اللي انتم بتقدموه، لان انتم اثبتوا لنا يعني وبدون تجاوز. والله حرام ما يحدث من قناة الجزيرة دي، يمكن المرة الثانية اللي بقول لسيادتك رأيي. هو يعني العزاي الوحيد انني واثق ان اخواتنا المصريين في قناة الجزيرة غير مقتنعين بما يقدمونه من مادة اعلامية. مين قال لك يا استاذ محمد، مين قال لك ان احنا بنقدم في امر فيه تجاوز، ومين قال لك ان احنا غير مقتنعين بما نقدمه؟ مين قال لك الكلام ده؟ احساسي بك اخ فاضل، ده احساسي بك والله. طيب يا استاذ محمد، انا النهارده خلينا مباشرة نتجه إلى ما نقدمه اليوم، وأنا بحترم فيك موضوعيتك وبحترم فيك أدبك، وهذا تقدير شخصي مني. خلينا النهاردة قضية اليوم نتحدث عن الحريات، نتحدث عن حقوق الإنسان. خلينا أفضل شيء في العالم هو حقوق الإنسان يا أستاذ محمد، تفضل. أنا بقول لحضرتك الحراك الطلابي ده ليس عن قناعة بشيء أكتر من أنه هو مدفوع الأجر، وأنا بقولها لك بأمانة يحاسبه الله. يعني معلش، يعني طالبة مدفوع الأجر، الطلاب دول اللي هم اللي طول عمرهم في مصر، طول عمر الطلاب كنا طلبة في الجامعة وكنا بنتظاهر في الجامعة، وكنا وكل الطلبة في مصر من 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 الثلاثينات طلاب الجامعة هم لهم خصوصية، ليه الأمن والقبضة الأمنية عليهم؟ يعني معلش اسمح لي اقول لك احساسي كمواطن مصري مسلم عربي. اتفضل. كل يوم والله افتح قناه الجزيره واتمنى على الله ان تتغير النغمه ويتغير هذا الهجوم، لانه لا يرضي الله ولا هو مش هجوم الهجوم. يا عم محمد مش هجوم، احنا بننقل. يا استاذ محمد، هل تنكر ان الان في الجامعات المصريه طلاب لا يطالبون بالحرية وإبعاد الشرطة والأمن وفالكون وغيرها عن الجامعة تنفيذا لحكم قضائي بإبعاد الحرس الجامعي، وأن تصبح الجامعة للطلاب فقط؟ فصل أخونا محمد، أنا بشكره وأقدر رأيه المعارض، لكن في النهاية لا بد أن نقدم وجهة نظر الأخرى التي هي غير موجودة الآن في الاستوديو. معنا صلاح من الإمارات. صلاح اتفضل.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك يا دكتور مصطفى وكل العاملين بالجزيرة. أنا بس أرجو، أنا بشكرك وأرجو أنه يعني ألا أنا طالب دكتوراه ولست حاصل على الدكتوراه، لكن يعني مصطفى فقط يا فندم. شكرا جزيلا. أنت أحسن من كل الدكاترة يا دكتور مصطفى. شكرا فندم، شكرا جزيلا. أنا عندي تعليق بس بعيد عن الموضوع وحدخل في الموضوع يا دكتور مصطفى. نعم. تعليق على رجال الأعمال الأمريكيين اللي اجتمع بيهم السيسي وفرص الاستثمار في مصر. نعم. أنا عندي إحساس وإحساس قوي إن أغلبهم أصولهم إسرائيلية. هتقول لي المعلومة دي جبتها منين؟ آه ده حقيقي. أقول لك إن أنا جبتها من إحساسي، مش عارف إيه السبب. طب الإحساس ده جه منين؟ أول وضع الإحساس ده جه منين؟ يعني أنا المعلومة دي دول أمريكان. طيب. هل أنت عملت دراسة لأصولهم يا سيادة الرئيس؟ الإحساس ده جه من حاجة كده، يعني زي أنت بتستفتي قلبك. الإحساس ده صح أو خطأ؟ أنا متخيل إن هو بيحاول وضع الاقتصاد المصري في أيدي الأمريكان والإسرائيليين وغيرهم. والاطلاع عن قرب للسيطرة على الاقتصاد المصري والتحكم فيه ومعرفة كل شيء عنه. يعني على عينك يا تاجر، مش موضوع استثمار وهيفيد المواطن المصري. طب استفادته ايه؟ هو هيستفاد ايه؟ هيستفاد ايه من لما يضع الاقتصاد المصري في يد أجنبية؟ هو بيستفاد شرعية ان ادي الأمريكان جايين يستثمروا وانا عندي شرعية بان دول خلاص اعترفوا بي كرئيس. بغض النظر، انت بدون الامريكان يا استاذ مصطفى المصريين قادرين على انهم ينعشوا اقتصادهم. بس انت ابدا صح، مش انت تجيب لي الغريب وتدي له كل المزايا وتدي له الارض ببلاش وتجيب الامارات وتعمل وحدات سكنيه وتضحك علينا وفي الاخر تبيع لنا الوحده السكنيه بربع مليون جنيه. طيب احنا يعني هل السؤال الذي يطرح نفسه استاذ صلاح، الحريه والحرية وحرية التعبير عن الرأي وحرية ممارسة السياسة وحرية أم لقمة العيش؟ لا، الحرية، لا نريد لقمة العيش. شكرا جزيلا. الحرية. صلاح من الإمارات، وحيد من السودان. وحيد تفضل. ألو. أيوة تفضل يا فن. معك محمود علي من السودان. أخونا محمود من السودان، تفضل يا فن. أهلا وسهلا حضرتك. اول حاجه طبعا عايزين نشيل نغمه اخوان وسلفيين وليبراليين وعلمانيين. احنا كلنا هنقول ثوار احرار، هنكمل المشوار. ده اول حاجه ان شاء الله. شهر 11 ده اللي احنا فيه ان شاء الله، دي مش رؤيه لي انا، دي رؤيه لبعض الائمه كتير من الشيوخ، ان شاء الله شهر نصر وعمر القمع ما هياخرنا لورا ولا هيخلينا نخاف نقعد في بيوتنا. الطلبه ان شاء الله مستمرين على الضرب، وان شاء الله هنرجع كل المعتقلين يخرجوا، وكل ما هو قادر على قمعنا ان شاء الله بكره هيتذلل لنا وهيبوس ايدينا عشان خاطر نسامحه ونعفو عنه في يوم من الايام. ازاي يعني مش هنسامحه ولا نعفى عنه؟ ازاي هيتم السؤال كلام. اتفضل. السؤال هيتم ازاي الكلام؟ هيتم ازاي؟ احنا شباب لا نركع الا لله سبحانه وتعالى. لا هيمنعنا عسكر ولا نخاف من المعتقلات ولا نخاف من السجون. عمر ما بشار ما خوف الجيش الحر، وإن كان خوف الجيش الحر النهارده بدباباته والكنابل والبراميل المفرقعه، عمره ما يخوف الشباب الحر اللي خضع لله وحده سبحانه وتعالى. غزه وحماس قادرين ان شاء الله على ردع كل ما هو بيتطاول على اهل سينا، واحنا معاهم مصريين قلبا وقالبا. تهجير اهل سينا لا يرجع الا بالبلاء على العسكر. استاذ محمود، استاذ محمود، السؤال اللي بيطرح نفسه في قضيتنا النهارده، يا ترى القبضة الأمنية هل من الممكن أن يتم تخفيف القبضة الأمنية وتغيير الوضع في مصر حتى يسمح للطلاب بالتعبير عن آرائهم، وحتى يستطيع المواطن المصري أن إحنا مش هنطلب، من القمع ومن السلطات الأمنية إن هم يخفوا عننا. إحنا نطلب منهم هم يزيدوا علينا عشان خاطر النصر يبقى قريب. كل ما زاد القمع وكل ما زاد القبضة الأمنية كل ما احنا شكرا يعني شكرا جزيلا. محمود من السودان له وجهة نظر أخرى. محمود الجندي والد إسراء إحدى الطالبات المعتقلات من المنصورة. أستاذ محمود السلام عليكم. ألو. تفضل يا أستاذ محمود.
الو استاذ محمود تفضل، ارجو انك توطي صوت التلفزيون لو تكرمت. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وطي صوت التلفزيون وكلمنا من التليفون لو سمحت. ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله. انا وطيت التلفزيون اهوت، خدت بال سيادتك. اتفضل. الو اتفضل يا فندم، انت على الهواء. اتفضل. انا والد الطالبه اسراء. الاستاذ محمود الجندي والد الطالبه اسراء. اتفضل اتفضل. ازيك يا استاذ، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب يا فندم. اتفضل يا فندم. وانا بحييكم وبحيي قناه الجزيره على اللي بتعملوه، وبحييكم على الفلوس اللي انتوا بعتوها لي، يعني ال 500 دولار اللي انتوا بعتهم لي عشان اقول الكلام ده. والكلام ده يعني طبعا ما حصلش. انتوا قلتوا لي مثلا اعمل الاسراء ابو اسراء، واقول ان انا ابو اسراء. طيب واقول ان انا ابو اسراء ومحصل اسمي محمود الجندي من كفر الشيخ من بيلا. طبعا انتوا بتتجنوا كده على الناس وبتتجنوا على الدوله، وده حرام. ده تخيل. بقول لك ايه ايوه اتفضل. انت حضرتك بتقول ان احنا اعطيناه 500 دولار صح؟ ايوه ادتوني 500 جنيه 500 دولار بعتهم لي وانا مش عارف. اتفضل انا معاك اهو. طيب بقول لك ايه يا استاذ محمود. استاذ محمود أيوة. انا ارجو منك الان ان تتجه الى اسمعني بقى يا عم محمود، عاوزك دلوقتي تطلع تعمل محضر. اسمع بس الكلام وخليك خليك محمود للاخر. يا عم محمود خليك محمود للاخر. اطلع اعمل محضر رسمي دلوقتي، ومن سلمك ال 500 او اللي بعت لك اعمل فيه بلاغ للنائب العام. هي لا جت لي وقالت ان انت من قناه الجزيره. يا راجل يا طيب يا راجل يا طيب، يعني من قله الرجاله يعني اللي بتتصل والناس اللي بتتصل. بص اطلع دلوقتي حالا. انت يا استاذ محمود سؤال هقول لك سؤال. انت بتقول انت عاطيني انتوا عاطيني 500 دولار علشان ان انا اقول الكلام ده. عشان تقول ايه؟ عشان تقول ايه؟ ايه اللي انت ايه اللي احنا محتاجينه منك عشان تقوله؟ ايه اللي قلناه لك؟ طب وانت فتحت عليا بناء عن ايه؟ انت واحد متصل بالتليفون. على ان انا ابو اسراء. لا لا انا ما اعرفش انت مين ولا اعرفك انت مين. الكلام ما تاخدش الكلام على قدك انت وتاخد الكلام. لا لا بص الحركه ديت الحركه اللي بتعملها دي. بص يا اسمك انت اسمك ايه؟ طب انت اسمك ايه؟ طب انا اتحداك دلوقتي قدام الراي العام العالمي والمصري تقول اسمك ثلاثي. اتحداك تقول اسمك ثلاثي قدام الراي العام. اتحداك تقول اسمك ثلاثي عشان تعرف ان انت حضرتك بتكذب. شكرا جزيلا. اتحداك تقول اسمك ثلاثي قدام الناس. لو عندك يا سيدي اللي اعطاك 500 دولار اطلع على طول مباشره. وبعدين يعني السؤال اللي بيطرح نفسه من قله الناس اللي بتتصل. ده الناس بتتصل مؤيدين ومعرضين واللي بيشتم واللي بيقول. وبعدين يعني اسراء ولا ابو اسراء؟ الاف المعتقلين من الطلاب، عندك 2500 طالب. يعني يا جماعه اللي عنده اي حاجه يقولها واحنا ما عندناش مشكله. وانا متاكد تماما ان المكالمه دي بكره الصبح هتكون مع واحد من الساده المحترمين المذيعين في الاعلام المصري. بلاش الحركات اللي مكشوفه دي. شكرا. يلا دكتور خالد من السعوديه. اتفضل يا دكتور خالد. هاشم من السعوديه. هاشم اتفضل. السلام عليكم. هشام من السعوديه. مين يا فندم؟ هشام. اتفضل يا استاذ هشام. يا استاذ مصطفى لازم تعرفهم ان انتم في حرب بلا هواده. نعم. الاخ اللي اتصل قبل ده لازم تعرف ان هم خريجي احنا بقالنا 60 سنه بتطبق علينا نظريه الحظيره. يعني اي كائنات حيه لها دوره حياه، اكل وشرب وتكاثر وتناسل. هذا على مدار 60 سنه احنا عايشين الحياه دي، اكل وشرب وتكاثر لا اكثر. تطلع لك اجيال تنادي بالحريه، تعرف حقوقها، تعرف اللي ليها، وتعرف حقوقها وتطالب بيها زي بقيه شعوب الارض. ده يجب قمعها قمعا شديدا بلا هواده. نعم. من الاعيب واكاذيب وافتراءات. استاذ هشام انا هسالك سؤال قدام الراي العام برضو الناس كلها. حضرتك اللي متصل ولا احنا اللي اتصلنا بيه؟ قسما برب الكعبه بتصل مين؟ هشام من السعوديه. هشام من السعوديه اونلاين يدخلنا على الخط. طيب
خلاص احنا كده ما بسمع واحنا امانه لوجه الله وشهاده القى بها ربي. احنا فاهمين يا استاذ هشام، فاهمين ان ما يحدث يا سيدي الفاضل. نعم. الجزيره من يحارب؟ لا، اتصل عليك واحد اسمه محمد يقول لك الجزيره لا تقدم ما تقدمه الجزيره لا يرضي الله ورسوله، وانا بقول له يا راجل خف ربك، امال القنوات المصريه والفضائيه قنوات العهر والفجور هي التي تقدم ما يرضي الله ورسوله؟ برضه نتحفظ مع يا استاذ، يا استاذ هشام، لن نكون مثل الاخرين ولن نسمح ابدا بانه احنا يا سيد الفاضل. نعم. هذا من جم ادبك. حاضر، هسحب كلمتي. قنوات. نعم. اللي هي اتجاه الواحد في مصر بتقدم ما يرضي الله ورسوله يا ناس، وكذلك قنوات وكذلك الاخ خالد اللي اتصل من السعوديه ويكلمك ويقول لك دول منظرين نظريه الحظيره، انتوا عايزين ايه؟ بتعملوا مظاهرات ليه؟ ما تمشوا مع الناس، اي دوروا في فلك النظريه، اكل وشرب وتكاثر، لا تبحثوا عن اكثر من ذلك. شكرا جزيلا. انا بتشرف ان هذا الجيل من شباب الجامعات قد اختاره ربنا عشان يعيد لنا الاحساس ويعيد لنا القناعه باننا شكرا بشرف. جزيلا استاذ هشام من السعوديه. وانا من هنا من قضيه اليوم، اذا كانت هناك اسم باسم المعتقله اسراء محمود ان يتحدث والدها الينا ارجو، يعني لانه اعتقد انه هذا المنبر هو للكل، وهذا المنبر يتحدث عن قضية اليوم. قضية اليوم هي القمع الأمني والقبضة الأمنية والتضييق حتى على طالب، هذا الطالب كان يحمل في يعني العالم كله تحدث عنها، كل وسائل الإعلام، رواية 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 يعني تم محاكمته أو يتم محاكمته برواية تتحدث عن القهر والسلطة. مستمرين في قضية اليوم، معنا من؟ مصطفى من القاهرة. مصطفى تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أول حاجة بلوم حضرتك بس على حاجة، امبارح أنت بتقول لي أنت بتتجاوز والكلام ده كله. أنا ما كنتش امبارح موجود يا فندم. طيب. يا فندم. أستاذ عبد العزيز كان موجود امبارح. أستاذ عبد العزيز أنا لم أكن موجود بالأمس. أستاذ عبد العزيز بيقول لي أنت كنت بتتجاوز، هم لما يقتلونا ويحبسونا ويضربونا، شوف أنا ماسك صوتي وموطي صوتي جدا عشان ما تزعلش مني. فضل. ويعملوا فينا ده كله، ولما نتصل بيكم نقول أي تقول لي ما تذكرش حد بسوء. ايه الاحترام ده؟ ايه الادب ده؟ انتوا ناس محترمين وناس مؤدبين وربنا معاكم، عشان ما اخرجش بره موضوع. ما وصلكش 500 دولار ولا حاجه يا استاذ مصطفى؟ قسما بالله لله يا راجل، عرض كلامي بالله ان ما حد والله العظيم حتى بيتقال لي انت هتقول ايه يا راجل، يعني ولا حتى 100 دولار ولا 100 جنيه ولا حاجه؟ يا اخي ده انا بكلمك راح الاذان قايل الله اكبر، الحق يتبعه اذان والله لله، من غير ما تحلف. احنا بس بنطر القعده بنضحك يعني، معلش. شكرا جزيلا. انت عارف حضرتك دي ناس دنيئه. لا بدون ما نسب حد يا استاذ مصطفى، يعني بدون ما نسب حد، هذا المنبر هو مفتوح للكل. النهارده انا دكتور في احدى كليات الحقوق، والنهارده اتنقلت لجامعه جنوب الوادي، وبنقول لهم مش هتزودونا غير قوه ومش هنزيد غير قوه، والله اكبر ومش هنزيد غير قوه، واقمعوا زياده واضربوا زياده. انا كل اللي بطلبه من الاخوه اللي بيجاهدوا في كل مكان، كل قاضي يديك تجديد، كل قاضي يديك حكم، كل قاضي يديك استمرار، كل وكيل نيابه يتعدى عليك، كل ضابط يضربك اكتب اسمه قرب، والله تفائلوا بالخير تجدوه. شكرا. اليوم قرب قوي ان شاء الله. شكرا دكتور مصطفى، شكرا جزيلا. محمود من القاهره، محمود اتفضل. احمد من القاهره، احمد اتفضل. والله احمد، والله انا مش عايز اطول في الكلام، اتفضل. يعني الراجل بتاع دياله ده اللي بيقول لك 500 دولار و500 مش عارف ايه، انا تاني مره اتصل بيكو ولا ملين ولا بتاع، بيجيب الكلام ده منين؟ مش عارف صراحه، مش عارف. لا والله بجد. وبعدين شويه فلاحين بيخترعوا ولا حد بيزققهم؟ لا بس معلش يا عم احمد، يا عم احمد اوعى تغلط في الفلاحين، اوعى، فلاحين دول فوق دماغ الكل. ماشي بس ايوه كده، يقول لك 500. وبعدين عمال يتلعثم يقول لك 500 دولار 500 جنيه. ما انا قلت له قول اسمك ثلاثي على الهواء وروح يا سيدي، يا سيدي ياخد ال 500 جنيه ولا دولار ويطلع يعمل بلاغ للنائب العام واللي بعت له الفلوس يودوه في 60 داهيه، مفيش مشاكل يعني. هو انت قلتها كده في الاخر، احنا بنطر القعده لان دي ناس هايفه. يعني نعتذر برضو على اللفظ ده. شكرا جزيلا. عم احمد شكرا جزيلا من القاهره. محمود من المنيا، محمود اتفضل. محمود. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معايا يا فندم؟ الحاجه سعاد يا فندم. الحاجه سعاد، يا اهلا وسهلا حاجه سعاد.
أنا بقول إن اللي مستغرب من جي الأمريكان لجلب أعمال إن التوكيل صاحب الموكل الكبير أو صاحب التوكيلات الأساسية هو ساويرس، وإحنا طبيعي كنا هو اللي بيتحكم في كل التوكيلات اللي كانت بتدخل مصر، وكان تعاملاته مع حتى التوكيلات اللي بتتورد للجيش كان هو ساويرس المسؤول عنها. وبقول حاجة تانية، هناك فرق يا أستاذ خالد بتاع السعودية بين من تربيه الفلاحة المصرية سواء طالب في الجامعة أو مهندس أو عامل أو أي متظاهر على الأرض، وبين من يربيه فاسدات الفلسطين وشواذ الهنود. لحظة يا حاج، حاجة سؤال. احنا أيوة يا يعني كل الامهات اصحاب فضل على ابنائهم، واعتقد يعني بدون ما نواجه اتهامات لحد. اتفضل يا فندم. الصوت مش واضح حاجه سعاد، ارجو ان يعني تاخدي مكان يكون فيه شبكه او حاجه، الصوت مش واضح. شكرا الحاجه سعاد، ارجو معاده اتصال تاني. ابراهيم منين يا اخوانا؟ من دمياط. اتفضل يا استاذ ابراهيم. انا بتكلم حضرتك بخصوص اصل القضيه اللي حضرتك بتتكلم فيها النهارده، هو العنف ضد الطلبه. نعم. اللي اتصل في الاول وقال ان لازمتها ايه المظاهرات في الجامعات ولازمتها ايه ان احنا الطلبه يخرجوا في الجامعات، هو اللي كان بيخرج بره الجامعات كان السلطه بترحب بيه وتقول له اتفضل اتظاهر مثلا. هو كان في حريه في البلد عشان الطلب حتى تخرج براحتها وتظهر براحتها في اي مكان. وبعدين طول عمر الجامعات المصريه بتاخد هي يعني علامه بارزه في النضال الطلابي، علامه بارزه في الدفاع عن الحريات. هم حصن حاصين بيدافع عن الحريات في البلد، عايزين ياخدوا حقهم، عايزين يعيشوا بحريه، عايزين يعيشوا في امان. اما طالب يعتقل عشان بيقرا روايه يبقى فاضل ايه؟ يعني استاذ ابراهيم، انا جات لي رساله على الفيسبوك، رساله بتقول لماذا لا يبادر النظام بالإفراج عن ما يزيد عن 2000 طالب في بادرة حسن نية، وبالتالي إسكات هذه الأصوات الطلابية المطالبة بالإفراج عن زملائه؟ إيه رأيك في الرسالة دي؟ هو هي دي حركة معروفة طول العمر، حسن مبارك أو اللي قبل حسن مبارك بيقمع وبرضه يوم سايب مساحة كده، مساحة للحرية عشان يضحك على الطلبة ويفضل 30-40 سنة في الحكم يظلم شوية، والمهم يبقى له السيطرة على الحراك العام وعلى الجو العام في الجامعات أو برا الجامعات. ده شأن اي نظام قمعي ان هو يسيب مساحه يقول ان انا عندي حريه وان انا عندي ديمقراطيه وان انا بسيب الناس تقول براحتها. لا، النهارده اي حد عايز يقول يعبر عن صوته ويقول انا عايز اعيش في حريه في البلد دي بيقمع ولا يترك له الفرصه. وكان قبل كده كان التركيز على الاسلاميين، الان كل من يقول النظام لا هو تحت المأصله، كل من يقول النظام لا هو تحت سيف النظام شاء ام ابى. واللي النظام ما طالوش النهارده هيطوله بعد شهر بعد اثنين بعد ثلاثه، لن يسمح لاحد ان هو يرفع صوته تواجه اي حد. اهم حاجه ان اللي يسبح بحمد النظام هو اللي يبقى موجود ولا يفتح له الساحات. يا استاذ ابراهيم، هستأذنك يعني الطلبه ما نزلت في 30/6 وكانت بتقول احنا عايزين حريه وعايزين كرامه، كانت بتنزل في الجامعات وكانت القنوات كلها بتهلل الجامعات. كان النظام القنوات الاعلاميه كلها كانت بتقول الحراك الطلابي وتثني على الحراك الطلابي. الوقت بعد ما الطلبة تنزل في الجامعات ويقابل هذا الحراك بقتل وسفك واعتقال واستباحة أعراض وما لا يتخيله أحد وما لم يعلن على قناة الفضائية، يعني فاضل إيه بعد كده؟ تمام. فاضل إيه؟ يعني هو السؤال اللي بيطرح نفسه النهاردة كان في عاجل منذ قليل، قوات الأمن اعتقلت أحد المعلمين في دلقة من مدرسته. يعني تمام. يعني كيف يتم ترويع الطلاب وكيف تدخل قوات الأمن إلى إحدى المدارس والطلاب موجودين والمعلم موجود وتروع؟ يعني هل من الممكن كان أن يتم حتى لو كان هذا متهما بشكل آخر؟ يا أستاذ العزيز، ما يراد في الحراك في مصر، حراك الطلابي وهو ذروة الحراك الثوري في الشارع المصري هو الحراك الطلابي، لأنهم هم المستقبل، هم خايفين من الطلبة لأنهم هم المستقبل. هم الآن للأسف الشديد ارتكب هذا النظام في حق نفسه قبل يكون حق البلد نفسها. شكرا جزيلا. وانتقل الى اسماعيل من القاهره. اسماعيل اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اللي كلمت حضرتك في برنامج اللي قبل كده اسمه صوت الناس، وكنت قلت لي عايز الحل، صح كده ولا بس قبل ما تقول الحل، انت وصلك $500 ولا لسه؟ حسب الله ونعم الوكيل لو حصل كده. طيب اتفضل يا اسماعيل. بالله العظيم يكون بريء من ديني ان انا عمري ما دخلت الا مباشره فورا على طول، وبدافع وطنيتي وديني فقط لا غير.
اتفضل اتفضل. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا هكلم برضو هكمل كلامي وبعد كده هقول لك الحل باذن الله اللي فيه الشفاء باذن الله للبلد دي. احنا قلنا زي ما قلنا شفنا النظام دوت ولقوا لمين اساس، واحنا عرفنا مين البيج بوس بتاع البلد دي اللي بيراعي اللي الوكيل اللي للنظام الدولي العالمي اللي هو الامريكي لاحتلال الدول العربيه. احنا عرفنا مين هو بالظبط. دي حاجه. الحاجه الثانيه هو بين نفسه هو عاوز ايه، هو عاوز الحق وفي نفس الوقت بالقوه وبالضرب وبالخيانه وبكل حاجه. حتى اخواتنا المسلمين اللي فلسطين في فلسطين بيحاربهم حتى في السلاح والكلام ده، شالوا المعابر ديت والانفاق دي عشان يمنع عنهم السلاح عشان اسرائيل تعرف تضرب حماس وتعرف تضرب الناس. نعم. دي حاجه. الحاجه الثانيه الراجل ده بين بقت الناس دي بينت خيانتهم للدين وللوطن وكل حاجه. ثاني حاجه ما عندهمش استعداد يسيبوا لك الحكم ابدا خالص. طيب انا استاذنك يا استاذ اسماعيل، عايز الحل؟ لا استنى استنى، ده انا معايا حد بيقول ان هو ابو اسرائيل حقيقي. نشوف الكلام ده. ابو اسرائيل اتفضل. السلام عليكم. يعني اتفضل يا استاذ اسماعيل، حتى ارجو ابو اسرائيل حقيقي ان يتصل بي ضروري. اتفضل يا استاذ. ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. بص يا اخي، الحق باين زي النور والباطل زي الظلمه. احنا دلوقتي عندنا ناس كبار محترمين بلغونا باللي هيحصل في البلد دي مستقبلا، زي الناس اللي قالت ان في ناس بتضحك عليكم من الجيش المصري وان الناس ديت هتعمل انقلاب عليكم وان المفروض يحصل كذا وكذا وكذا. لو عايزين الحل فعلا يا اخوان يا مسلمين، لو عايزين فعلا يا شرفاء مصر الحل، يبقى لازم نسمع كلام الشيخ حازم ابو اسماعيل. حازم ابو اسماعيل هو اول من حذرنا من هذا القيادات القابعه في الجيش المصري، ولاها ليس للمصريين. لازم نشوف الراجل ده قال ايه في حل لو حصل انقلاب علينا. والاخوان المسلمين تاخد الكلام ده وتعرضه على الرئيس الجمهوريه الشرعي اذا وافق عليه. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. مع مين يا اخواننا؟ الاستاذ يوسف اتفضل. استاذ يوسف اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسراء ماهر الهنداوي. حضرتك خال مين؟ خال اسراء ماهر الهنداوي المعتقله في المنصوره. اتفضل يا استاذ يوسف. يعني الاستاذ واحد بيتصل بيقول احنا عطنا له 500 مش عارف ايه عشان يقول ابو والد اسراء. لا كذاب. كذاب وقليل الادب ده. انا اسال بس السؤال احنا ما نعرفوش خالص، ما نعرفش. انا بالنسبه لي ما اعرفش للاسف الشديد، ما اعرفش قريب اسراء يعني. يا استاذ يوسف انا بس عاوزك تقول لي حضرتك، انا ما اعرفش اسراء وعاوز حضرتك تقول لي من هي اسراء واعتقلت متى وسبب اعتقالها. اتفضل يا فندم. اسراء في سنه ثانيه كليه علوم المنصوره، جامعه المنصوره، وبنت متفوقه جدا جايبه في الثانويه العامه 97 وداخله علوم برغبتها لان هي فعلا عايزه تعمل حاجه وعايزه تخدم البلد. اعتقلت ليه؟ اسراء بعد ما حضرت محاضرتين يوم 28/10، بعد ما حضرت محاضرتين وهي خارجه راحه سيكشن بتتصل بزميلتها بالتليفون بتاعها، في واحد من امن فالكون مسكها وبصت بتقول له في ايه؟ في ايه؟ ده انا بكلم زميلتي. طب انا استاذ يوسف، استاذ يوسف خمسه من بتوع الامن من بتوع الشرطه. استاذ يوسف انا حواليها. استاذ يوسف لحظه، انا قلت لمن ادعى انه والد اسراء وان هناك من اعطاه مبالغ ماليه، تحديته ان يتحدث باسمه الثلاثي طالما انه هو ضد الاخوان وضد الطلاب، لكنه لم يستطع ان يقول اسمه ثلاثيا. ارجو انك تقول لي اسمك ثلاثيا. اسراء اصلا بنت اختي وانا عارفه معرفه شخصيه وعارف اهلها كلهم. ما فيش حاجه. اسم حضرتك يا فندم ثلاثي. الاسم ثلاثي. نعم. اسم حضرتك يوسف ايه ثلاثي؟ اسم مين؟ اسم اسراء. اسمك انت يا فندم. اسمي يوسف احمد حسن غلوش. شكرا يا فندم. واسراء بنت اختك. ايوه. أنا بشكرك وأتمنى أنه إن شاء الله، يعني هي ما زالت تحت يعني في الاعتقال ولا تم تقديمها للمحاكمة ولا إيه وضعها بالظبط؟ لا 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 لسه هي وهي راحة محاضرتها وبتتصل على زميلتها واحد من أمن فالكون مسكها
فبتقول له في ايه في ايه في ايه، بصت لقت خمسه جايين حواليها خدوها اتخذت الساعه واحده، احنا ما نعرفش عنها حاجه خالص لان هي كانت ساكنه في المدينه. فضل اهلها وفضلنا كلنا نتصل ونعمل ونتواصل ونشوف فين. اخر حوالي الساعه 8 او 9 عرفنا ان هي في اسم اول المنصوره، واتعرض على النيابه ثاني يوم. النيابه ادت لها 15 يوم، وقعدت يومين في اسم اول وترحلت. التهمه ايه يا استاذ يوسف؟ التهمه بسرعه، التهمه ايه؟ التهمه ما فيش اتهام يا ريس، هو مجرد تحقيقات. شكرا جزيلا. ونتمنى لإسراء، هذه أمنية شخصية بعيدة عن هذا البرنامج الذي هو يفسح الرأي وللرأي الآخر. أتمنى أن تكون بسلام وأن تخرج بسلام وأن تعود إلى دراستها، لأنها في النهاية طالبة ولأنها في النهاية بنت مصرية، وأتمنى ألا تكون لك بنات وطالبات جامعات في السجون أبدا في مصر، كما تعودنا من حال مصر ووضع مصر أن البنات لهم خصوصية والسيدة المصرية فوق رأس الجميع. شكرا جزيلا ليوسف محمد الذي اتصل ووضح الحقيقة، وشكرا لكل مشاهدينا على وجودهم معنا في هذه القضية. وهذه القضية ستظل قائمة، وما أردنا أن نشارككم الرأي في كل أفكاركم وأرائكم. دمتم في رعاية الله.